فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم ما يقوله الناس بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أنهم يقولون أقامها الله وأدامها؟ لا، هذا ورد عند قول قد قامت الصلاة، ما هو بعد الإقامة، عند قول قد قامت الصلاة يقال هذا كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا، أما بعد الإقامة فلا يقول شيئا. سئل الإمام أحمد تقول بين الإقامة والتكبيرة شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.